نتنقل بعد كده لمرض خطير جدا، او هم ثلاث امراض مرتبطين ببعض. النراء، المجادلة، الخصوم. ثلاث امراض مرتبطة ببعض. انت لو تلاحظ بقى طول ما احنا ماشيين كده من بداية الكلام عن اللسان، عارف واحد خاض مخاضة بركة طين، البداية ايه؟ ضحلة. البداية ضحلة، توسخ جزمته بس، توسخ جزمته. كل ما يخوض، كل ما الوساخة توصل لايه؟ للكعبين ثم الساقين ثم الركبتين، طول ما هو ماشي طول ما هو عمال يخوض لحد ما يغرق. يبقى الكلام فيما لا يعنيك، ادي البداية. السؤال عما لا يعنيك، اديك بشوف خطوة كمان فين؟ في الوحش. فضول الكلام، اديك غوضت شوية. الخوض في الباطل، ده انت خوضت اكتر. المراء اسهم، المجادلة اصعب، الخصومة بعد كده وصل الوحل للركب. ولسه طول ما احنا ماشيين كده هنشوف امراض اللسان بتودي لحد فين؟ لحد الغرق والعياذ بالله. المراء ايه هو؟ المجادلة ايه هي؟ الخصومة ايه هي؟ لازم نعرف الكلام ده عشان احنا بنقرا: الا ان الذين يماغون في الساعة لفي ضلال بعيد. مش بنقراها؟ بنقراها؟ عاوزين نعرف كلمة المراء. المراء هو أن تبتغي الخلل، الخلل في كلام الغير من حيث اللفظ أو من حيث المعنى أو من حيث قصد المتكلم. أخذ المراء، أخذ المراء. إيه هو المراء بقى؟ إنك تبحث وتدور على الغلط والعيوب في حديث المتكلم معاك أو أي متكلم، عاوز تتلمس له إيه؟ الخطأ والعيب، إما في اللفظ وإما في المعنى بتاع الكلام. إما لقيتش في اللفظ وما لقيتش في المعنى، تدور على إيه؟ على قصده. إزاي؟ تكلم رجل بكلام، المراء هنا تقول لي شوف مش عارف يتكلم، مش عارف يتكلم، ما بيش عارف يعبر، ما يقولش كده يقول كده. تتكلم من حيث اللغة مثلا، يقول لك بينصب المرفوع بيرفع المنصوب، وبيلخبط في الكلام، وعنده عيب كلامه، مش عارف يتكلم، مش لبق، مش لبق، كلامه فارغ، كلامه مش مظبوط. تبتدي تطعن في الكلام او تطعن في المعنى، وتقول ايه الكلام الفارغ اللي بيقوله ده؟ معقوله بيشوف بيقول لك كذا كذا كذا، ده كلام فارغ يا استاذ، معقوله كده الكلام ده؟ ما يمشيش كده ابدا. وتطعن في معنى الكلام او تطعن في قصده. ازاي؟ يجي مثلا يقول واحد مثلا بيتكلم بيقول يا جماعه في مستشفى بيبنوها وعاوزين نلم لها تبرعات عشان تشتغل، وده ناقصها مبلغ قد كده، ويلا يا جماعه نتبرع للمستشفى. تقوم انت تقول ايه بقى؟ شوف يا اخويا الراجل، انا عاوز الم فلوس المستشفى ده، بيتمنظر بس، بيتمنظر، هو لا قصده خير ولا حاجه، هو قصده ايه؟ يتمنظر ويوري الناس ان هو يعني بيعمل خير. يبقى انت طعنت في ايه؟ في قصده، طعنت في قصده. يبقى قصد المتكلم من حيث الظاهر سليم، تيجي انت تعمل نفسك مطلع على الضمائر وشايف نيته من جوه، وتحاسبه دون ربك، فتطعن في قصده وتظهره بمظهر وحش. ادي المراء، ادي المراء. طبعا المراء يورث ايه؟ الضغائن، مش كده؟ يهيج ايه؟ الغضب، مش كده؟ ادي المراء. المراء في منتهى الخطورة، ان كل هدفك الانقاص من قدر المتكلم. الدافع للمراء بقى ايه؟ ليه المماري ده
بيبقى في طبيعه المرأة. عارف الدفع ايه؟ السبعيه. فاكرين لما اتكلمنا عن الانسان انه فيه البهيميه وفيه السبعيه، وان شهوه الغضب لازمه ونافعه لدفع المهالك والى اخره. لما تتجاوز قدرها هذه الشهوات، شهوات الفرج وشهوه البطن وشهوه الغضب، لما تتجاوز شهوه الغضب قدرها اللي هي السبعيه دي، يبقى الهدف منها ايه؟ تمزيق الفريسه. مش كده؟ يعني الاسد فيه السبعيه. امتى يهجم على الغزال؟ امتى يهجم الاسد على الغزال؟ لما يكون جعان بس. لو الاسد مش جعان عمره ما يهاجم فريسه ابدا. عشان كده مسمينه ملك الغابه. اخلاقه اخلاق الملوك. لما يجوع يهاجم، لما ما يكونش جعان ما يهاجمش. السبعيه لما تزيد عن حدها بقى، هذه سبعيه فيه، لكن الهدف منها ايه؟ جلد طعام. لما السبعيه تزيد يقوم يعمل ايه؟ يفترس بلا مناسبه. كل هدفه ايه؟ تمزيق الفريسه. السبعيه في الانسان لما تزيد عن حدها يبتلى بالمراء، لسانه يبتلى بالمراء، يتكلم بلسانه مماريا. يعني ليه؟ علشان يمزق لدنه، يظهر نقصه، يحقره، ينزله عن منزلته، يبين العيوب في كلامه من حيث اللفظ، من حيث الاسلوب، من حيث المعنى، من حيث القصد. وضحت؟ اهو ده اسم المراء. يبقى ده ولا مش ده؟ يبقى غلي، يبقى غضب، يبقى غير محمود، يورث الضغائن ويورث العداوة. وخصوصا ان هذا المراء هيؤدي بمن تماريه ايه؟ اسكت. هيسكت بقى لما هيتكلم ده، وتيجي انت تماري وتقول له انت بتقول ايه يا ابن عمتي؟ ده كلام فارغ ده، انت عارف تتكلم ولا عارف يا راجل؟ لا اقعد عوج واتكلم عدل. هيرد ولا ما يردش؟ هيرد طبعا. انا اللي مش عارف اتكلم، انا برضه مش عارف اتكلم. طب ايه يحصل بقى؟ التشابك والعداوه والبغضاء والضغائن وما الى ذلك من مصائب. يبقى المراء عبارة عن ايه؟ داء. والمراء محظور. واسمع، شوف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انا زعيم بيت، يعني ضامن وضمين. ولذلك ربنا في القرآن بيقول ايه؟ سلهم ايهم بذلك زعيم. يعني ايه الزعيم بقى ده؟ ضمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انا زعيم بيت في ربض الجنة. أحسن حتة فيها وصدقة. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو محقا. شوف الحلاوة. ليه؟ قدامك واحد بيتكلم، لقيت كلامه غلط، ما هو واحدة من اثنين المتكلم ده، إما أنه يتكلم بالحق والصدق فعليك أن تصدق به، مش كده؟ وإما إنه بيتكلم خطأ. والله إذا كان كلامه لا يودي ولا يجيب ولا يتعلق بأمور الدين، والسكوت عنه لا يعرضك للإثم، يبقى السكوت خير من الكلام. أبي من لمن ترك المراء ولو محق. قاعد بيتكلم بيتكلم عن نفسه، بيتكلم عن كذا، بيتكلم عن موضوع، ما بيتكلم في اي موضوع سياسي دنيوي اي كلام، مش عارف يركب الجبل، مش عارف يتكلم، كلامه مش مظبوط، بيحاول يتباهى، بيحاول يتفاخر، قصده سليم قصده مش سليم، بيظهر ما يخالف ما يبطن. بدل انت بسكوتك لا تأثم، طب ما تسكت، لان السكوت هنا لن يعرضك للإثم. فإن تكلمت تعرضت للإثم. فما بلاش، خليني في حالي ساكت، سيبه يتكلم. يبقى مش هتحدث عداوة بينك وما بينه، صح؟ ومش هتتعرض أنت للمراء، صح؟ ومش هتحرم ثواب الكلم الطيب، لأن أقل
اقل ما تحرم منه بالمراء او الجدل اللي احنا نتكلم عنه دلوقتي هو ثواب الكلام الطيب. وشو سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ البر امر هين وجه طليق وكلام لين. شوف الايجاز في الكلام في الحلاوه. البر امر هين وجه طليق وكلام لين. وشوف الحديث اللي جاي ده، ان في الجنه لغرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، اعدها الله تبارك وتعالى لمن اطعم الطعام والان الكلام. شوف الحلاوه بقى. يبقى المراء يعرضك لايه؟ اقل ما فيها انك تحرم من فضل ده، من الثواب ده. المراء بقى ده اللي احنا شرحناه، اللي هو بغير هدف، بغير قصد الوصول الى الحق او الحقيقة، وانما هو مجرد انقاص لقدر المتكلم، تحقير لقدر المتكلم، سبعية فيك تهدف الى تمزيق الفريسة دون حاجة الى ذلك. كالذئب الذي يفترس الفريسة ليس عن جوع وانما عن سبعية فقط.